تقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم بالشكر الجزيل لمملكة البحرين على تنظيمها ورعايتها للحدث الجانبي الذي عقد على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية بقصر الأمم المتحدة. وقد حضر هذه الفعالية 100 مشارك من مختلف دول العالم. وخلال الكلمة التي ألقاها الدكتور تيدروس أكد على دور تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض والذي يعتبر جزءا أساسيا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما أثنى المدير العام على اختيار مملكة البحرين لهذا الموضوع الذي يمثل أولوية كبرى وبخاصة للتحضير للاجتماع الرفيع المستوى الذي سيعقد في نيويورك في شهر سبتمبر القادم والمتمحور حول الرعاية الصحية الأولية. وبدورها ألقت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح كلمة ترحيبية رحبت فيها الحضور والمشاركين، مؤكدة على أهمية موضوع هذه المحاضرة والتجارب التي ستطرح في مجال الوقاية من الأمراض والجهود المبذولة من خلال الرعاية الصحية الأولية في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن مملكة البحرين أولت موضوع الوقاية من الأمراض اهتماما بالغا، وقد لعبت الرعاية الأولية دورا رئيسيا لتحقيق الأهداف المنشودة وحققت عددا من الإنجازات في هذا المجال، مبينة المساعي لتحقيق وبلوغ أهداف خطة التنمية المستدامة وغاياتها بحلول عام 2030. وأوضحت بأنه شهد القطاع الصحي في مملكة البحرين تطوراً متصاعداً كبيراً تمثل في توفير سبل الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية، وتم رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية كماً ونوعاً بمختلف مناطق المملكة، ليأتي ذلك منسجماً بالدرجة الأولى مع تحقيق وتنفيذ الأهداف التنموية. وقدم وفد البحرين عرضا تحت عنوان الوقاية من الأمراض دور الرعاية الصحية الأولية في تحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، حيث استعرض كل من الدكتور عبد الحسين محسن والدكتور محمد الشعبان مفهوم الممارسات المختلفة في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وانعكاس مبادرات تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض على النظام الصحي وكذلك تطبيق مشروع الضمان الصحي، إضافة إلى الأدوات والاستراتيجيات لمواجهة التحديات للتغيير.